مهرجان مدينة تونس بعبق مغربي. الدورة 36 تفتتح فعالياتها بكثير من الأصالة فرقة شباب الأندلس من الرباط. ليلة رمضانية استثنائية بموسيقى متجذرة في الهوية الثقافية المغربية. هي سهرة متفردة ومتميزة، ليس فقط لأنها حفل افتتاح مهرجان المدينة العريق، ولكن أيضا لأنها حفلة وسهرة أندلسية وصوفية. وتعرفون أن الموروث الأندلسي هو مشترك ما بين الدول المغاربية، ولكن له مرتبة خاصة في المغرب. البرمجة غنية كيف ما كل عام، أغلبيتها توينسة، ولكن سنها ومشرفنا المغرب بزوز عروض وإحنا فرحين بهم برشا. ثم كالعادة أتحنا الفرصة للشباب. فرقة شباب الأندلس ذائعة الصيت هي الفرقة المغربية الأولى التي تفتتح فعاليات مهرجان المدينة. تنوع العرض بين الحجازيات والتغني بسيرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم والإنشاد المغربي وفن السماع. اختصاص ديال الفرقة هو الموسيقى الأندلسية المغربية، يعني المغربية نقولها مغربية لأنه عندها واحد خاصية مميزة على بالنسبة للمغرب العربي. موازات مع هذا الشهر الكريم اللي هو رمضان، نوبة الرملية كانت كلها مدح على الرسول صلى الله عليه وسلم، وغن نعملوا جولة في الحجاز الكبير، وغنعملوا شوية من الموسيقى الروحية الصوفية. فصوفية الحضور المغربي في مهرجان المدينة لن يقتصر على سهرة الافتتاح، بل ستؤثث فرقة مهدي نسولي سهرة لموسيقى الجناوة المغربية ضمن الاحتفاء باليوم العالمي لإفريقيا. لم تعد السهرات الثقافية المغربية في تونس مجرد حدث عابر، بل أصبحت في الآونة الأخيرة خطاً ممنهجاً استناداً إلى أن الثقافة رابط دائم بين الشعوب وعروة تواصلها الوثقى. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.